هل تبحث عن رحلة مميزة وممتعة في إسطنبول؟ هل ترغب في الاسترخاء والابتعاد عن ضجيج المدينة؟ إذن أنت في المكان المناسب. ندعوك للانضمام إلى رحلتنا الساحرة إلى جزر الأميرات. تقع في بحر مرمرة قبالة السواحل التركية من إسطنبول الآسيوية. هذه الجزر لها تاريخ عريق وثقافة غنية، فقد كانت مكانا للمنفى للأمراء والملوك والسلاطين العثمانيين في الماضي، ومن هنا جاءت تسميتها. الآن هي وجهة سياحية رائعة. في رحلتنا سوف نأخذك إلى زيارة اثنتين من أجمل جزر الأميرات، بويوك آدا وهيبلي آدا. سوف نستقل سفينة سياحية على مضيق البوسفور، وسوف نستمتع بالإطلالة المذهلة على المدينة والجسور والقصور. نصل إلى بويوك آدا، أكبر جزيرة في المجموعة، حيث نتجول في شوارعها الضيقة والملونة، كما يمكنكم استخدام السيارات الكهربائية للاستكشاف أكثر. بعد ذلك نعود إلى السفينة لتناول وجبة غداء شهية على متنها مع فقرات ترفيهية مختلفة، ثم نستمر في رحلتنا إلى هيبلي آدا، ثاني أكبر جزيرة في المجموعة، حيث نشعر بالحياة البسيطة والهادئة لسكانها. سنختار من بين العديد من الأنشطة مثل ركوب الدراجات أو التجديف أو التسوق. لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لزيارة جزر الأميرات، واحجز معنا الآن. سوف نوفر لك كل ما تحتاجه من سيارة VIP وسائق يتحدث اللغة العربية ووجبة غداء لشخصين. انضم إلينا في رحلة لا تنسى، واستمتع بالجمال والسحر والتاريخ في جزر الأميرات. في نهاية الرحلة سوف يصحبك سائقنا إلى فندقك، متمنين لك ليلة سعيدة وذكريات جميلة. تور 34، رحلات إسطنبول.